بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، اليوم حديثنا عن فطريات الجلد في جسم الإنسان، ما هي أسبابها وأنواعها وطرق علاجها الطبية والطبيعية. والفطور الجلدية هي فطريات طفيلية تهاجم الجلد. تتضمن هذه المجموعة ثلاثة أجناس من الفطريات غير الكاملة، وهي عبارة عن أطوار غير جنسية، ويتبع لها ما يقارب من 40 نوع. وتسبب الفطور الجلدية عدوى للشعر أو الجلد أو الأظافر، نظراً لقدرتها على التغذية على المواد الكيراتينية، حيث تشكل هذه الفطريات مستعمراتها في الأنسجة الكيراتينية، ومن ثم يحدث الالتهاب كرد فعل للجسم. وبشكل عام ينحصر تواجد هذه الفطريات على الطبقة المتقرنة من البشرة، وذلك لعدم قدرتها على اختراق الأنسجة الحية في جسم المضيف ذو المناعة السليمة. ويطلق عادة على العدوى المسببة بالفطريات الجلدية اسم القوباء الحلقية، أو بشكل أدق تيميا. وعادة لا تغزو هذه الفطريات الأنسجة الحية بل الطبقة الخارجية من الجلد، وفي حالات نادرة تغزو الأنسجة تحت الجلدية مسببة تشكل ما يسمى الكوريون. ومن أهم هذه الفطريات أو القوباء الحلقية هي قدم الرياضي، وهي تصيب الرجال أكثر من النساء، وهي إصابة غير محصورة فقط على الرياضيين كما يوحي الأسم بذلك، وقد تحدثنا عنها في فيديو سابق. أيضا القوباء الحلقية في الوجه، والقوباء الحلقية في فروة الرأس، وأيضا القوباء الحلقية في اليدين، وعدوى الأظافر الفطرية، وقد تحدثنا عنه في فيديو سابق. والقوباء الحلقية المسببة للنقط السوداء، وتتميز هذه الإصابة بتكسر ساق الشعيرات المصابة من جذورها، تاركة ورائها نقاط سوداء على الجلد، كما تعتبر القشطات المأخوذة من منطقة النقط السوداء أداة تشخيصية هامة عند استخدام المجهر، حيث يظهر الفحص المجهري تواجد أبواغ متعددة. ولا تتم معالجة هذه العدوى موضعيا، وإنما بالمعالجة الجهازية بمضادات الفطور. والقوباء الحلقية المنتشرة في كامل الجسم، وهي ما سنتناوله في هذا الفيديو، القوباء الحلقية، وتسمى أيضا سعفة الجلد، وهي عدوى فطرية يمكن أن تظهر في أي مكان على جلد الإنسان، وتظهر على قرحة دائرية حمراء مسطحة، وغالبا ما تكون مصحوبة ببشرة متقشرة، حيث يمكن رفع الجزء الخارجي من القرح بينما يبدو الجلد في المنتصف طبيعيا. والقوباء الحلقية قبيحة، لكنها غالبا ليست حالة خطيرة. والسؤال، هل القوباء الحلقية معدية؟ الجواب باختصار نعم، لأن القوباء الحلقية يمكن أن تنتشر عن طريق الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو الحيوانات، وقد تنتشر أيضا عن طريق الملابس أو الأثاث، كما قد تساعد الحرارة والرطوبة في انتشار العدوى. ويتكون علاج القوباء الحلقية عادة من الأدوية المضادة للفطريات التي يتم وضعها على الجلد، كما أن العديد من الإصابات بالقوباء الحلقية تستجيب جيدا للكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بل ممكن استشارة الصيدلي. ويلجأ عادة المصاب بالحالات الأكثر حدة من القوباء الحلقية، وخاصة الأشخاص الذين يعانون نقص أو فقدان المناعة، إلى الطبيب لوصف الأدوية الموضعية أو الفموية. وكنصيحة وللإطمئنان على الحالة وتشخيصها، يفضل استشارة الطبيب قبل البدء باستعمال أي من الأدوية الخاصة لمقاومة الفطريات الجلدية أو أي من العلاجات الطبيعية الخاصة بذلك. علاج فطريات الجلد طبيعيا، على الرغم من توفر العديد من الخيارات الدوائية الطبية المناسبة لعلاج الفطريات الجلدية، إلا أن هناك الكثير من الأفراد الذين يرغبون بتجربة العلاجات الطبيعية للتعامل مع مشكلة الفطريات الجلدية وعلاجها دون وقوع آثار جانبية، خاصة
لعلاج فطريات القدم الرياضي وفطريات القوباء الحلقية، ومن بين أبرز هذه الخيارات الطبيعية ما يلي: زيت شجرة الشاي. يعرف هذا الزيت بانتمائه تحت خانة الزيوت المتطايرة التي دأب سكان أستراليا الأصليون على استخدامها موضعيا لعلاج مشاكل الجلد. ويؤكد مناصرو استخدام زيت شجرة الشاي على احتوائها على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا والفطريات. كما يرى بعض الخبراء أن مفعول هذا الزيت يشبه مفعول الأدوية الخاصة بعلاج الفطريات، ويصفه البعض على وجه الخصوص لعلاج فطريات قدم الرياضي، لكن أحد الأبحاث أشارت إلى أن استخدامه قد أدى إلى حدوث بعض الحالات المتوسطة والشديدة من الالتهاب الجلد الالتماسي. طبعا ذكرنا هذا الشيء في الفيديو السابق، وقلنا أنه يمكن في بعض الحالات أن يتسبب هذا الزيت بحدوث تهيج بالجلد، مما يتطلب التوقف عن استخدامه. ويتم استخدام هذا الزيت بأخذ بعض قطرات منه ووضعها في زيت آخر مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم يتم مسح الخليط على الجلد. هذا ما ذكرناه في الفيديو السابق. أيضا زيت الليمون وزيت الأوريغانو. يحتوي مستخلص زيت الليمون على خصائص مضادة للفطريات، ويمكنها المساعدة على علاج التهابات جلدية معينة كالقوباء الحلقية. أما زيت الأوريغانو المتطاير فله فائدة لمقاومة الفطريات أكثر من المنتجات التجارية الأخرى حسب رأي البعض، وبالإمكان استعماله عبر مزجه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ثم وضعه فوق الجلد 3 مرات في اليوم، إضافة إلى علاجات طبيعية مختلفة طبعا، حيث يرى بعض الخبراء أن هناك خيارات طبيعية أخرى يمكن الاستعانة بها لعلاج مشكلة فطريات الجلد، منها استعمال الثوم الذي يراه البعض مناسبا لمقاومة الفطريات، وقد تحدثنا عنه في الفيديو السابق، واستخدام جل عشبة الألوفيرا الذي يمكنه مقاومة فطريات القوباء الحلقية، ووضع زيت جوز الهند الذي يحتوي على أحماض دهنية قادرة على قتل الخلايا الفطرية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالكركم وعرق السوس ومستخلصات بذور الجريفروت لعلاج فطريات الجلد. وبشكل عام يختار الإنسان ما يناسب طبيعة جلده. حبيبنا، نتمنى للجميع دوام الصحة وراحة البال، وإن شاء الله يكون الموضوع عجبكم. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.